وللحديث عن الصراع السياسي في العراق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ودعوة الأخيرة للانتفاضة ومجلس القضاء على خط الأزمة، معنا من لندن دكتور فارس المهداوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور فارس. يعني بداية، التيار الصدري جدد رفضه للمفاوضات مع الإطار التنسيقي ودعا كذلك لما وصفها بالانتفاضة ضدهم. هل هي بداية قطع خط الرجعة ورفع سقف المطالب؟ نعم، التيار الصدري الحقيقة على لسان ربما قائده كما يسمونه مقتدى الصدر، منذ البداية ليس لديه على ما يبدو خط رجعة، وأعتقد أن المسألة في طريقها إلى التأزم أكثر وربما إلى مواجهات تبدأ ربما بشكل سياسي لكنها لن تنتهي بهذا الشكل فقط. نعم. ذاك أن مقتدى الصدر حقيقة يشعر بأنه يطعن من قبل التيارات المنضوية في الإطار، إضافة إلى أن بعض الحلفاء المفترضين له أيضا بدأوا يتمرجحون في مواقفهم وفي ربما تماسكهم مع مقتدى الصدر ومع التيار الصدر. نعم. طيب دكتور فارس، يعني دخول القضاء على خط هذا الصراع السياسي هل يعول عليه؟ لا سيما أن أول شرارة للأزمة بدأت معه في مسألة الكتلة الكبرى واختلاف التفسير عليها كما تعلم، والاتهامات كذلك الموجهة له بالتسييس. شجرة، لنكن واقعيين، شجرة العملية السياسية في العراق، بل كل ما تم من تهيئة أرضية ومناخية لهذه الشجرة منذ عام 2003 هو فاسد وبني على فساد، ومقصود منه أن يكون فاسد بطريقة ربما متصاعدة ومتزايدة. لذلك القضاء هو واحد من الواجهات الثلاث للدولة العراقية التي أنشئت على أعقاب نظام الحكم الوطني السابق للاحتلال، وهي تمثل التنفيذي، الإطار التنفيذي والإطار التشريعي وربما أيضا الإطار القضائي. الآن الإطار القضائي في مرمى الاتهامات ومرمى ربما الأدلة التي اتضحت في آخر التسريبات يوم أمس. طيب إلى أي مدى ترى أن إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن يحل الأزمة السياسية وهذا الصراع بين الكتل والأحزاب في العراق؟ لن تحل أي انتخابات أي مشكلة في العراق، لأن العملية أيضا ستكون إعادة تدوير نتيجة إمكانية هذه الكتل وهذه القوى على تسخير الأموال التي نهبوها طيلة 20 سنة الماضية في سبيل تجنيد الأصوات من أجلهم. ذاك إذا ما كان هناك أصوات. أنا أعتقد أن العملية لن تداويها انتخابات مبكرة، العملية لن تداويها أي إجراءات ترقيعية. البلد ماضي إلى هاوية سحيقة، وربما يحدث في أي لحظة ما لا يمكن توقعه بتدخل ربما أممي أو بتدخل عسكري أو بتدخل ربما من بعض القيادات العسكرية لحسم الموقف لصالح طرف معين. ولا أستبعد أيضا أن تكون هناك عملية مباغتة تشمل اغتيال شخصية كبيرة معينة من أجل يعني إشعال فتيل تصرف ربما يصفي الأمور ويعيدها إلى ميزانها الذي تسعى إليه قوى الإطار. إلى سؤال جديد دكتور فارس، يعني الاتحاد الأسترالي بكرة القدم يعلن انسحابه من تصفيات آسيا المقرر إقامتها في البصرة بعد استهداف وفد سفارته بعبوة ناسفة في بغداد. السؤال هنا، هل الفوضى الأمنية ومحاولة عزل العراق له علاقة بالأزمة السياسية الدائرة حاليا؟ كل شيء له علاقة بالأزمة السياسية وكل شيء له علاقة بالمخطط الرئيسي لهذه الأزمة. أنا أعتقد أن الأمور تجري بضمن يعني أجندة معينة يخطط لها كبار وليس الأطراف التي نراها أمامنا. يعني أنا لا أستبعد أن يكون هناك الحقيقة تخطيط أمريكي وتخطيط أيضا إيراني، كل من جانبه من أجل تملك الشارع العراقي وتملك مقدرات العراق الاقتصادية والسياسية والأمنية. المجلس الأوروبي دكتور فارس، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وعنه نتحدث، حذر من التوقف أو التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة كما جرى مع الكاظمي.
السؤال هنا ما خطورة مثل هذا السيناريو إن كان هناك توافق على شخصية معينة، ولماذا هذا الرفض لمثل هذا السيناريو؟ الآن الحقيقة يعني احنا نشهد الآن الجهتان، التيار الصدري يؤيد بطريقة واضحة مصطفى الكاظمي ويؤيد ربما استمراره لحين إجراء الانتخابات المبكرة إذا ما حدثت، في حين أن الإطار التنسيقي يعتبره متواطئ مع التيار الصدري وهو جزء من معاملة لاستبعاد كتل وقوى الإطار من العملية السياسية، وهو أمر دبر أمريكيا وبرعاية ربما عربية يشار لها دائما من قبل قوى الإطار. إلى السؤال الأخير دكتور فارس، يعني إلى أي مدى فشلت الأحزاب السياسية في كسب ثقة الشارع وخسارة من كانت تدعي أنها حاضنتهم وهم حاضنتها؟ لماذا تتمسك الأحزاب بهذه العملية السياسية التي ينعيها العراقيون اليوم؟ من أين يمكن أن تكسب الثقة أخي العزيز؟ أي ثقة ومن أين تكسب هذه الثقة إذا كانوا عبارة عن مجموعة من اللصوص والقتلة والعملاء كل إلى بلد معين وكل إلى زاوية في العالم يأتمر بأمرها وتؤمن له نقل الأموال وتؤمن له فتح الحسابات؟ الثقة معدومة. هناك موالين لهذا الحزب أو ذاك نتيجة الميول الطائفية أو العاطفية أو المالية، يعني الاستفادة منها. ونحن نلاحظ الآن التسريبات الأخيرة لم تستثني مكون دون آخر، لم تستهدف طائفة دون أخرى، فالكل متورطون والكل متمرغون بهذا الفساد ظهرا ببطن، ولذلك الثقة لا يمكن أن تكون موجودة ولن تكون موجودة لاحقا، لأن الحاجز سقط، يعني لا حاجز الثقة ولا حاجز الأمن ولا حاجز الخوف بقي منه شيئا، ولذلك العراق يمضي إلى ربما مستقبل مجهول، لكنه بالتأكيد لن يكون أسوأ من الحاضر. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس المهداوي، شكرا جزيلا لك.